بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم أنتقل لاتصالاتكم. أخ زوجتي لا يصلي ويصوم، فهل أعزمه على الإفطار أم لا يجوز؟ لا أعزمه وتقل العزيمة كمان. ندرت من زمان أني وزع خبز 50 ربطة، ما بتذكر إذا 50 ربطة أو 50 ليرة، خليهم 50 ربطة، وهيك بتكون عملت بالاحتياط. ابني عمره 10 سنين، وهو بيحط إبهامه بتمه من لما كان صغير، هو ما عم يحسن، وهو عم يصوم. إذا صار بسن البلوغ بيفطر شيء ولا لا؟ ويقضي الأيام على العلم أنه ما بيحسن يتركها، يعني هو دائما يضع أصبعه في فمه ويمص يده أو إبهامه. هلأ نحن شو اللي بيفطر؟ يعني إذا على الإيد مثلا في شوية شوكولاتة واحد حطهم وبتلحهم أكيد بيفطر، في شوية سكر بيفطر. طيب إيد نظيفة ما فيه شيء، هو صايم هلأ بده يصوم وهالعادة ما فيه، بيغسل إيده ولو حطه بتمه ما بيفطر، طالما أنه ما عم ينتقل شيء منه إلى جوفه. أنا عايش في السويد وعدد ساعات الصيام لدينا تتجاوز 18 ساعة، الثالثة الإفطار 9:14 دقيقة، وحتى أذان المغرب يكون هناك ضوء واضح، يعني هناك خلل في الشروق والغروب، ونعاني صعوبة كبيرة في العمل وخاصة أولادنا في المدارس، ودوامهم طويل جدا أكثر من 8 ساعات. السؤال، هل يحق لنا أن نمسك ونفطر على أذان مكة؟ هلا أستاذنا الدكتور علي جمعة الله يحفظه أفتى أنه اللي بالسويد وهيك وضعهم، مو أنه بيفطروا على أذان مكة، أنه بيشوفوا بمكة الساعات الصيام كام ساعة هنيك بمكة، فلنقل 15 ساعة، فإمتى بيأدن عنكم؟ أنت عم تقول أنه بيأدن الإمساك بالساعة 3 مثلا، من الساعة 3 بتعد 15 ساعة وبتفطر لو كانت الشمس طالعة. هيك افتى استاذنا الدكتور علي جمعة، الا انني اختار ان يمسك الانسان، يعني يبتدئ بالصيام هناك، فاذا وصل الى مرحلة لا يستطيع الصيام يفطر ويقضي في الايام التي يستطيع ان يصوم فيها بعد هذه الايام لما بصير النهار قصير. انا هذا ما اختاره، لكن الفتوى هكذا أفتى أستاذنا. السلام عليكم، ابني طالب جامعة وعم يشتغل معه مبلغ بيستوعب الزكاة، ونحن وضعنا أقل من عادي وقاعدة عند أهلي، بجوز يعطي أهله من الزكاة؟ معه مبلغ يستوجب الزكاة ونحن وضعنا أقل من عادي وقاعدة عند أهلي، بجوز يعطي أهله من زكاة المال؟ يعني الابن ما بيعطي أمه لكن بيعطي أخواته، بيعطي أخوته، بجوز. زوجي مريض بضعف العضلات والتهاب الأعصاب ولا يقدر أن يمشي أبدا والحركة صعبة، هل يقدر أن يصلي بمكانه لأنه لا يقدر أن يدير إلى القبلة؟ هلا إذا كان يستطيع بصعوبة مثلا من وجهه على القبلة بالحالة اللي هو بيرتاح فيها، قاعد مضجع وبيصلي، ما في إشكال. هلا لا يستطيع أبدا، هون لما بيعجز الإنسان الضرورات تبيح المحذورات، يعني بحالة العجز. بس أنا شايف الصورة ما فيها عجز، يعني مو صعب مهما كان وضعه صعب أني أنا ديره باتجاه القبلة، يعني هو متسطح متصل على جانبه الأيمن ولا مستلقي على ظهره ولا كذا، يعني المهم أنه نحاول، ما استطعنا يسقط هذا لأنه الضرورات تبيح المحظورات. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليه. السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو. أهلا وسهلا، تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. بس بدي أسأل إنه إذا خلينا التراويح ونوينا مع قيام الليل وأربعة أربعة، يعني مو تنتين، أربعة أربعة،
يعني بدل ما تسلمي على ركعتين بتسلمي على 4 ركعات مو هيك؟ ايوه على 4. ايوه هلا هذا عند الحنفية بصح، هلا هذا عند الحنفية بصح، عند الشافعية الافضل انه ركعتين ركعتين، انه مثنى مثنى، وانه ننوي قيام الليل والتراويح بصح، ما في اشكال. ايوه نعم. طيب سؤال تاني تفضلي. انه مثلا انا ابني فرضا ببلاد اوروبا واني انا هون بدي ادفع له الفطرة، بجوز ولا حصريا بده يكون هنيك هو يدفع؟ لا لا يعني انه هون في فقرة اكثر، احنا بنشوف الاكثر حاجة وفقرا، هون اكثر حاجة وفقر فلذلك بيدفعها هون، يعني بتتقدر هنيك قديش بتطلع عليه وبيدفعها هون، ما منقدر له اياها على سوريا. هنيك مثلا قالوا له 10 يورو 10 دولار، قديش قيمتهم بالسوري بيندفعوا هون. ناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. سخي عندي سؤالين انا. ايه تفضلي. في عندي سؤالين ممكن؟ تفضلي اهلا وسهلا. هلا السؤال الاول، انا يعني بدرس وامتحاناتنا برمضان، بجوز اذا فطرنا؟ لا لا ما بنفطر، بنصوم وبنستعين بالله وان شاء الله الله بيفتح عليكم. انا بناتي مثلك يعني عم يصوموا وعم عندهم امتحانات والله عم يعينهم الحمد لله وبيجيبوا علامات حلوه. السؤال الثاني، هلا صلاه التراويح اذا ما صليتها وقتها انه عم بدرس بجوز في حرام؟ لا صلاه التراويح سنه، اذا بدك ما تصليها فيكي لانه هي سنه ادرسي. هلا اذا الدراسه بدها تعطلك عن التراويح بقول لك لا ادرسي، والدراسه ابدا من التراويح هلا، والسنه الجايه ان شاء الله الله بيعينك وبتصلي التراويح والله يفتح عليكم جميعا. ناخذ اتصال. الو 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 مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا وعليكم السلام. زكاتك شيخي، انا بدي اسالك سؤال. انا معي ذهب كان من السنه الماضيه، كان معي ذهب انا من السنه الماضيه، وجماعه يعني قالوا لي بدهم يفوتوني بمشروع وعطيتهم اياهم على اساس انه يبيعون ويفوتوني بمشروع، قاموا اخذوهم لا باعوا لي اياهم ولا عطوني حقهم ولا شفت عليهم شيء، بيطلع لي عليهم فطره؟ يعني هن معترفين انه الذهب لك ولا كمان يعني مثل ما بيقولوا اكلوهم عليك؟ لا هلا هن قال هلا انا وقت طالبت فيهم قالوا لي انت بعتينا اياهم بيع، طب ما عطيتوني حقهم ولا؟ النتيجه انه هدول معترفين بحقهم لك؟ ايه بس ما عطوني حقهم شيخي، يعني ما شفت منهم شيء لا الذهب، وقلت لهم انا التغيت البيعه يعني بدي الذهبات. قال لا انت بعتينا اياهم بيع، طب اعطوني حقهم؟ ما في حقهم، شو اعمل انا؟ بيطلع لي عليهم فطره شيخي؟ زكاه قصدك؟ هلا بس يرجعوا لعندك هدول المصاري بتطالع عليهم زكاه، يعني افرضي رجعوا لك اياهم السنه الجايه بتطالع عن سنتين مضوا، عن السنه الماضيه وعن السنه. ايوه وهلا اذا معك تطالع يعني عنهم بدك تطالع. لا ما بيندفع. لا بيندفع بس عم خفف. لا ما بيندفع لي. هلا يجب فيهم الزكاة، وإذا بتدفعي لهم من هلا بتريحي بالك لأنه هن حيصيروا عليك دين. إيه بس أنا أيوه هيك أنا قصدي، بس شيخي كمان يعني سؤال إنه أنا ما معي أدفع لهم، شو أعمل؟ معلش إنه سرسقة؟ لذلك إيه بيصير يعني تقسيط بيصير، وأنا ريحتك قلت لك لما بيرجعوا لك ياهم بتدفعي عن السنة اللي رجعوا لك وعن السنين الفائتة. ولو حبيت تدفعيهم أيوة هلا بالتقسيط أحسن. بإذن الله. هو بس سؤال ثاني شيخي. تفضل. انه انا ضعيفه، كنت انا كنت ضعيفه وفطرني الدكتور 3 ايام، والبلغم صمت وعم ينبلع يعني بدون قصد، انه بيجي لطالعه ما بحسن ببلعه، واحيانا بتآية انه انا صايمه، بجوز انه بدي اقضيه؟ هلا البلغم عند الحنفيه ما بفطر، الاقياء اذا ما رجع. انا ما بعرف الاقياء اذا ما رجع شيء لحلقه. قلدي اختي، ما في هلا ما حدا عرفان لا شافعي ولا حنفي ولا مالكي. هلا بيقول واحد انا شافعي، اسالي شو اسم الامام الشافعي؟ ما بيعرف.
والواحد أنا حنفي، قال لي شو اسمه الإمام أبو حنيفة ما بيعرف، منقلد نحن هاي المذاهب، الله بعث لنا إياها رحمة وتوسعة حتى نقلد وقت الضرورة، مو نتلعب لعب يعني، بس وقت الضرورة في حاجة منقلد. ناخذ اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشهر أستاذ. الله يبارك فيكم يا هلا. أستاذ سؤالي من شقين معلي. تفضلي، أهلا وسهلا. أهلي أستاذ، أنا إذا بدي أندر ندر لمقام الشيخ محدين، يعني وفي الندر بقلب المقام، هل هو فيه إشراك لله؟ الندر مثل شو؟ مصاري. لا ما في إشراك، ليش الإشراك؟ أنت عم تعطي لله ولا للشيخ؟ الندر لله. والندر لله ولا للشيخ؟ لا لا، أنا بحطهم بقلب المقام. والله مفهوم، مفهوم يعني الندر لله هو. أي. لكن بدي حطهم بمقام أي. الشيخ محدي، نذر لله ما في أي، بالعكس قربة إلى الله هي. لأنه هذول بيتوزعوا على الفقراء والمساكين. ناخذ اتصال. ألو. 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 ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بس عندي أربع أسئلة زكاة. تفضلي. بدي أسألك شيخنا، هلأ أنا عم أقرأ، أنا مو كتير قراءتي قوية، عم أقرأ كام شي ختمة من القرآن الكريم من الجوال، عم أقرأ أفا الشيخ هيك بتجز الختمة؟ يعني عم تقرأي عم تقتدي بالتراويح بتقصدي؟ لا لا مو بالتراويح، كام شي ختمة من الجوال عم أقرأ أفا شو اسمه؟ يعني أنت مشغلة تلفزيون يعني مثلا على صوت الجوال، مشغلة التلفزيون مثلا على صوت البقرة؟ لا لا، بالجوال حاطة السماعة. اي بيجوز. وبيقرأ الشيخ وأنا بقرأ أفا. ممتاز، بالعكس ممتاز. السؤال الثاني. شيخنا السؤال الثاني إنه إذا الواحد كان نايم وإجته هيك مثل الحرقة وطلعت هيك بتفطر؟ لا. السؤال الثالث. ما بتفطر. السؤال الثالث شيخنا، هلا إذا الواحد كان بعد عيد الكبير صام مثلا 10 أيام، بينحسبوا من ديناته على السنة الماضية؟ يعني بتقصدي 10 ذي الحجة أنت صمتيهم؟ ايه صمت 10 حجة وكان علي اللي هدول نفل، فأنت نويتي نويتي قضى مما عليكي ونفل بصح اثنين سوا. أنا ما نويت، بس أنا صمتهم بس هيك. صمتيهم بس بنية القضاء مو هيك؟ ايه بس أنا كمان دفعت عليهم يعني للجماعة حتى الأربع أيام اللي أنا مفاطرته. ركزي معي، ركزي معي، أنت لما صمتي 10 ذي الحجة نويتي قضاء مما عليكي ولا ما نويتي؟ لا ما نويت. بس إذا ما نويتي يعني إذا ما نويتي ما بينحسبوا، إنما الأعمال بالنيات فما بينحسبوا دائما. النفل ما بيحتاج لنية، لكن الفرض بده نية. النفل بده نية بس بتصير من أول النهار، لكن الفرض بدنا نبيت له اللي النية من قبل بيوم. فأنتي ما نويتي قبل بيوم، هدول بينحسبوا نفل عن عشر ذي الحجة. خلصوا الأسئلة؟ سؤال أخير شيخنا. اتفضلي. شيخنا هلأ شو اسمه، إذا الواحد دفع عليهم كمان بده يصوموا؟ لا لحنا ما في دفع عند الحنفية، بس بتقضيهم، بس فقط قضاء. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. ألو. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. شيخنا الله يعطيك ألف عافية. أنا حلفت يمين أنه ما فوت غراض برأس مرتي طوال شهر رمضان، بحق لي أنه جيب الغراض لقدام باب البناية وفوته. أنت شو حلفت بالأساس؟ أنا حلفت أنه والله طوال شهر، لأن كان معصب وكانوا عم يخانقوني كلهم. أي. حلفت انه ما اجيب ولا غرض على البيت لاول لليوم الوقفه. شو اللفظ اللي حلفت فيه؟ شو قلت؟ والله والله وحياه راسك ما بقى فوت ولا غرض ليوم الوقفه. اي انا ححلل لك اياها هلا، لا بدك تريح بالك، طالما قلت والله روح طعمي 10 مساكين وكل يوم فوت الاكلات بايدك واحملهم بايدك التنتين ودخل على البيت.
فكفر عن يمينك، كفر عن يمينك وأطعم 10 مساكين. وهذا البر مثل ما قال سيدنا النبي، من حلف على يمينه وجد أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. اللي حلفت عليه شغلة مو منيحة، أنت الأحسن منه نتكفر عن يمينك وتدخل الأكل كل يوم وتسر أهل بيتك وولادك. بناخد اتصال. ألو. ألو، يعطيك العافية. ألو. ألو. ألو، يعطيك العافية شيخي. الله يعافيكم. الله يعافيكم. بدي أسألك سؤالين شيخي. تفضلي. أول سؤال، حماتي توفت وقلنا لها شيل الطعم تبع الأسنان وما شالوه. السؤال الأول ما فهمته، حماتك توفيت بعدين؟ توفيت والطقم تبع الأسنان لساعته بتمه. طقم أسنان يعني البدلة. يعني إنه حرام. البدلة أيوة تبع الأسنان. خلاص. لا ما خليه. لا ما بنفتح القبر مشان بدلة أسنان، خلاص الله يرحمها ويجعلها في عليين. السؤال الثاني. أيوة. والثاني، في عندي ابني بيجي كل يوم من الشغل بغازل مرته وبيعبطه وهيك. نقول له حرام يعني ما بيجوز هذا، انت صايم هاي يعني هو اثناء الصيام يفعل ذلك؟ ايه يعني بيجي بمزح معاها وبيعيك بغازله وهاي. ليلو ما بيصير، ليلو بعدين عيب، انا امك قدامك ما بيصير. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب الى فاصل ثم نعود اليكم، فابقوا معنا. السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك شيخ الكريم، أنه أنا عندي سؤال، أنه أختي يعني ما بتؤمن بالله، استغفر الله، يعني وبتحاول كتير تأثر علي وعلى أهل بيتي. هي مثقفة ثقافة عالية جدا جدا وذكية بشكل يعني مو طبيعي، فبتحاول تأثر علي وعلى أهل بيتي. أول ما منشوفها أو منقلها مرحبا بتقدح بالذات الإلهية، وأنا خفت تأثر على أهل بيتي يعني لو أنه ما قدرت تأثر علي. فهون لأنه ما بتجاوب معها يعني ما بتحاكيني نهائيا، وإذا بدق لها تلفون، هلأ هي سافرت برا، بس حتى لو حاولت اتصل فيها لو من المناسبة للمناسبة بتصدني بشكل غريب وغيرت تلفونها. ويعني قنعت أخواتها بأنه ما يحاكوني بشغلات يعني عملتها هي وتهمتني فيها، وأنا يعني الله بيعرف وشايف مو فارقة معي يعني. بس اللي بسأله أنه على صلة الرحم اللي أنا أعطيتهم كلهم أو بالأحرى هني أعطيني وما عم بقدر أوصل لهم، هون شو يعني أنه موقفي أنا من صلة الرحم أو من قطيعة الرحم بالأحرى؟
هلا هن اللي آثمين مو انت، انت عم تقولي عم تبادري وعم تتصلي وعم تسألي وهن عم يسكروا بوشك ما عم يحكوا معك. انت الخيرية اخذتيها، لانه النبي يقول خيرهما من يبدأ صاحبه السلام، الاجر والثواب اخذتيه، وهن بياخذوا الاثم اللي ما بيرد. دائما اللي بيسلم بياخد الاجر، واللي ما بيرد بياخد الاثم. ناخذ اتصال. الو 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 الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. امتى بيصح الدعاء، بالفرض او بالسنة اثناء السجود؟ وعندي سؤال ثاني. ماما عمرها 83 سنة، عاملة تاتو على ايديها، لازم تزيلهم ولا عادي؟ التاتو اللي عملته وشم؟ ايه وشم من زمان، يعني عمرها 73 سنة هي. طيب، على اول شيء الدعاء بالسجود سواء بالفرض ولا بالسنة مقبول. يعني اثنين بيكون الانسان قريب فيهم من الله سبحانه وتعالى، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. التاتو اذا في لازم تزيله بالليزر، لانه هو وشم، هو دم، هذا الدم عنا يا نجس لحنا، فبدها تزيله. ما نزال خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني واحد حاول يزيله بالليزر وقام ما نزال، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب هو بده يزيله بس ما معه هلا مصاري، يعني بتكلف لحتى يصير معه بيزيله. طبعا بيصلي وبيصوم بيعمل كل شيء، يعني ما بيوقف عن العبادة ابدا. ناخذ اتصال. الو، يعطيك العافية شيخي. الله يعافيك يا هلا. عندي سؤال صغير. تفضلي. جوزي حلف بالحرام انه ما يروح لعند ابي، وهلا انجبر انه يروح. السؤال باللفظ. قال لي علي الحرام ما تروح لعنده. هو كان معصب يعني وصايم. هو شو بيقصد بعلي الحرام؟ بيقصد الطلاق؟ والله ما بعرف يعني، بس هو هيك لا اسألي. اذا قال لك بقصد الطلاق طلاق، اذا قال ما بيقصد الطلاق بصير كفارة يمين. بدنا نشوف شو قصده بكلمة علي الحرام، يقصد ويقول شو قصده، يبين لنا قصده منبين الحكم. ناخذ اتصال. الو 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 الو، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو، اهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطولنا بعمرك يا شيخ يا رب. الله يبارك فيكم. ايه بدي اسألك، انا جوزي عسكري. نعم. تفضلي. ايه بحسن ادفع الفطرة عنه انا؟ اي وكلك، اذا وكلك كتر خيرك، بتدفعي عنه الله يزيك الخير. يعني بيحسن انا ادفعه عنه وعن ولاده. طبعا كتر خيرك، ما على المحسنين من سبيل، بس يوكلك. الله يجبر خاطر. شيخ سؤال ثاني بس. تفضلي. تفضلي. هلا انا حامل ومعي السكة، وباخذ انسولين يعني دبل السكر، وانا الدكتوره قالت لي لا تصومي، بس انا عم لاقي سكري عادي يعني منتظم على الصيام، عم منتظم سكري. هلا يعني صمت انا هلا، ما رديت على الدكتوره. ايه هلا هذا اللي عملتيه مو صح. الطبيب وقت بيتكلم هو ما عم يتكلم مشان اليوم ومشان بكره، هو علاج. هذا العلاج قد يكون اثاره السلبيه بعدين، فقد تحظي الآثار السلبية فيما بعد هذين اليومين، وخاصة عم تقولي أنت مريضة سكر وعلى الأنسولين. هذا شيء بيحدده الطبيب وبيقرره، فلا بتفطري والله يعافيك ويشفيك. ناخد اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. كيفك شيخنا؟ الحمد لله يا أهلا وسهلا. شيخنا الله يوفقك، عندي سؤالين الله يجبر بخاطرك. اتفضل. انا كنت عند اهلي من قبل رمضان
وزعلت انا وحدا من اهلي يعني، وحلفت يمين بقلب بيت اهلي بانه يحرم علي هذا البيت مثل ما حرم اخي علي، وعم يعزموني على الفطور عده مرات، فقلت لهم ما فيه فوت غير ما افدي يميني، وحالتي الحمد لله يعني بس على قد يعني مو كلها قد. فشو هو انه افدي يميني؟ طعمي 10 مساكين. طعمي 10 مساكين. 10 مساكين. وشيخنا الله يجبرك، انا عندي كمان ولدين، واحد عمره 9 سنين، واحد 12. 7 9 معه ربو، فأنا صيمته يومين وما عاد صيمته. هو لأي حدود لأي عمر بيمشي الحال ولد يصوم؟ قالوا لي لسن البلوغ لازم تجبري ولا قبل؟ لا، سن البلوغ هو بيصير الفرض عليه إنه يصوم. بناخذ اتصال. ألو. ألو. العافية. الله يعافيك يا هلا. الله يعافيك يا هلا. شيخ لو سمحت، إنه خطيبي هلا بده يجي يطلقني، عم يقولوا لي ما بيجوز يطلقني انه انا معذوره. هلا هو مكروه تحريما، هلا بيقع الطلاق، بس هو هذا بنسميه طلاق بدعي، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يكره ذلك. هلا بتخلصي من حاله العذر، وبعدين اذا بده يطلق بيطلق. هيك طلاق السنه، هيك الطلاق اللي امر فيه النبي عليه الصلاه والسلام. ناخذ اتصال. الو. الو. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ بدي اسالك عن ندر. اي تفضل. انا ندر كان ابن عمي مرضان، قلت اذا طاب بدي اذبح ذبيحه لوجه الله تعالى، وصلنا سنتين يعني وما عندي استطاعة هلق شوي، إذا طولت معليش؟ إذا طولت معليش، بس تعجز بالطعمي 10 مساكين، أما إذا ما عجزت لو طولت سنة سنتين بعدين ثلاثة وبتعمل هذبيحة لوجه الله بيمشي الحال إن شاء الله. ناخد اتصال. ألو. ألو. الو. الو، اهلا وسهلا. الو، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه شيخنا. يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا. يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا بس عندي سؤال صغير من بعد اذنك. تفضل. اهلا وسهلا. شيخنا انا كنت نادر ندرين اذا تطلع مرتي حامل. اول ندر انا يعني وفيت وضل عندي ندر ثاني. طيب. النذر الثاني هو انا نادر خاروف، فيني اكل منه وامتى فيني وفي؟ هلا بتوفي لما بتكون مستطيع. انت ما فيك تاكل منه، هذا حصرا بياكل منه كمان الفقراء والمساكين. ناخذ اتصال. الو. 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 ألو، أهلا وسهلا. ألو. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا شيخي. يا مرحبا، أهلا وسهلا. شيخي بدي أسألك. اتفضلي. إذا الواحد بلع البلغم بيفطر؟ البلغم على الحنفي ما بيفطر. ناخذ اتصال. ألو. الو. الو. الو، اهلا وسهلا. الو. نو. يعطيك العافيه شيخي. الله يعافيك، يا مرحبا. شيخي عندي سؤالين معلش احكي. ايه تفضل. الو. الو. معك تفضل حبيبي. شيخي اول سؤال بدي دعاء الفحص معلش شيخي. دعاء الفحص. ايه شيخي. بتقول لما اول سؤال هذا. لما بتقرا اي مساله بتحفظ اي درس بتقول اللهم اني استودعك ما قرات وما حفظت فرده علي حين الطلب. هذا دعاء للطلاب كلهم، احفظوه دائما انتم عم تدرسوا هلا، الله يفتح عليكم. بتقولوا اللهم انا نستودعك ما قرانا وما حفظنا فرده علينا حين الطلب. سؤالك الثاني شيخ. السؤال الثاني، انا مربي قطه، حرام ولا حلال شيخي؟
هلا القطه تربيتها مو حرام، بس يعني انا ما بحب القطاط بالبيت، بيوسخوا وبيعملوا ربو، وفي ما بعرف شو اسمها فيروسة القطه. على كل جائز، يعني هي تربيتها جائزه ما في اي اشكال، لكن انا لا احب ذلك. ناخذ اتصال. الو. الو الو، مرحبا شيخي. اهلا وسهلا. شيخي بدي اسالك سؤالين. تفضلي. اهلا شيخي. تفضلي. هلا في صهري طلع اختي طلاقين، ضل لها طلاق، بينفع تتجوز؟ هلا الطلاق الثاني اللي طلقها يا ما رجعها بعد ما طلقها؟ لا. ومضت عليها العدة؟ لا ما رجعها. فهمت، ما رجعها وخلصت عدتها؟ ايه مضت عليها العدة، صار لها سنتين. ايه خلاص. هلا هي اذا بس بدها تتطلق بالمحكمة، اذا مكتوب العقد بالمحكمة، لانه مشان النسب بعدين، اذا اجا ولد الا ما زالت على ذمة الاول، فبدها تتطلق بالمحكمة. خلينا نقول هو كتاب شيخ وطلقها الطلاق الثاني وما رجعها وخلصت عدتها، بتتزوج ما في اي اشكال. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الاخير اترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.